هذه المرة يبعد الكرة. الآن الكرة في وسط الملعب تصل إلى إيتو تومسون يتقدم، يحاور هناك، يراوغ، يتقدم، يدخل منطقة الجزاء أمام الحارس، يصوب 2-0. هدف رائع، هدف جميل، هدف مارادوني لإيتو تومسون. لاعبو الإخاء يرحبون بالزائر الجديد، يفتحون له الطريق. وأمام كاد عاموس إيتو تومسون لا يتردد، يسجل 2-0 لبيتار تل أبيب الرملة. كانت هذه هي النتيجة النهائية أيضا في المباراة، وخسارة أخرى.